السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. الوغ لا فيديو ديال اليوم اي كونساكري بور لي زيليف دو بروميير اني بكالوريا. غنتكلم فيها شويه مع الناس ديال البكالوريا، غنحاول نعطيكم بعض النصائح، بعض الامور اللي تقدروا توجهوا بها او لا ديروها باش هكذا تنفعكم في الامتحان الجهوي وقبل من الامتحان الجهوي. الوغ لي كيسيون اللي كيطرحوا عليا بزاف كوسو سوا في الانستغرام، نخلي لكم هنا الا كنتو انتريسي، كوسو سوا في لي كومونتير بارفو، هو واش نبداو المراجعه دابا؟ واش باقي الحال؟ ماشي واش باقي الحال، يعني راه باقي لينا الحال اننا نراجعوا. واش نبداو من دابا ولا نخليو حتى وكان مثلا من هنا شهر ولا شهرين؟ الوغ كنتوما كيف ما كتعرفوا صحاب الاولى باك عندكم ان شاء الله الامتحان الجهوي لو 30 ايامي اي لو 1 جوان، يعني عندكم في الاخر ديال شهر 5 وفي الاول ديال شهر 6، وحنا دابا في الاخر ديال شهر 2، يعني تقريبا بقى لكم 3 موا كامله، بقى لكم 90 يوم. كلشي كيقول اون فوا غتقول 90 يوم غتقول باقي الحال، سي با لا بين انني نبدا دابا. مي الصراحه هي انه ما بقيش الحال، هي انه سي لو ميور مومون اللي نقدروا نبداو فيه المراجعه الا بغينا اننا نراجعوا ونعطيو كل حاجه حقها ونعطيو الجهد ديالنا والباور ديالنا في كل ماده ونخرجوا بواحد الريزلت زوينه في لافان ديال العام. الوغ كيف ما قلت لكم بزاف ديال التلاميذ كيبقاو يقول بلي راه باقي الحال، راه باقا لنا 3 شهور، نخليو حتى الدقيقه 90، حتى لشهر 4 مثلا نبداو، الوغ كشهر 5 عندنا الامتحان. بغيت نقول لكم فقط بلي ما تنساوش بلي عندكم شهر 4 ان شاء الله غادي نكونوا مقبلين على شهر رمضان، غادي نصوموا في منتصف شهر 4، ما غيسالي حتى لمنتصف شهر 5 بالصحه والسلامه. الوغ غتكونوا صايمين، ما تنساوش انه عندكم باقيين كتقراو، يعني عندكم الدوره الثانيه باقيين راكم فيها، باقي عندكم فروض بيان سور، مطالبه بالفروض ديال القسم ديال الدوره المستمره، يعني باقي لكم بزاف ديال الحوايج اللي غيعرق لكم على المراجعه اولا على الحفاظه ديال الامتحان الجهوي. سي با لو طون اننا نلاشيو ونقولوا باقي الحال حتى شهر 4. شهر 4 ما عرفناش شنو باقي جاي من القدام، الله اعلم. سي بوغ سا مادام ما عندي انا الوقت، مادام انا باقي ليا الوقت الكافي، باقي مرتاح، ما رانيش مزير، علاش لا ما نبداش دابا؟ اشنو غادي ندير باش انني نبدا؟ ما كنقولش لكم انايا ديروا شي حاجه خارقه وبداو كتحفظوا 8 السوايع في النهار بحال عندكم الامتحان في الاول ديال شهر 3 ولا في النص ديال شهر 3، مي نخصص انا واحد الوقيت اللي مناسب ليا واللي ما غاديش يكون بيان سور كيشكل لي حتى شي، ما كينقص مني ما والو. مثلا الوقت اللي انا كنضيعو في التليفون اوليو باش انني نبقى هز التليفون 4 ولا 5 د السوايع في النهار، انا عارفاكم بيان سور كتقراو، مي لا بلوبار دي جون لا بلوبار دي زيليف انا نيت منهم، كنضل كنهز التليفون بعد المرات كيدوز نهار طاير ما كنحسش به غير من انستغرام الفيسبوك، من فيسبوك اليوتيوب كنلقى راسي ما درت حتى شي حاجه والوقت كيدوز بالزربه بواحد السرعه ما كتوصفش. يعني اللي بغى شي نهار يدوز ليه بالزربه وحاس بالملل يهز غير التليفون وغادي تشوف، ما غاديش تحس براسك حتى غيطيح عليك الظلام. الوغ انا ما قلتش لكم ايفيتيو التليفون بمره، مي اورغانيزي ندير واحد لو بروغرام خاص بيا انا. بيان سور انا ما يمكنش لي نعطيكم ان بروغرام اللي خاص بكم جينيرال، يعني ان فاريابل ليكم كاملين. بيان سور كل واحد ولو طون اللي عنده ليبر، كاين اللي كيقرا الصباح، كاين اللي كيقرا عشيه، كاين اللي كيقرا نهاريه نهار لا، كاين اللي كيقرا توت لا جورني وما كيجي حتى لسته. المهم كل واحد على حسب لومبلوا دي طون ديالكم. وعندكم واحد الميزه كذلك انه كتقراو دابا بالتناوب، يعني كاينين بعض الجهات مثلا الجهه ديال مراكش كيقراو نهاريه ونهار لا، كاينه بعض الجهات اخرى كيقراو صباح مثلا وعشيه لا، او ثاني غدا كيقراوش في الصباح وكيقراو عشيه. المهم وكاين اللي كيقراو ثاني سيمانه ايه وسيمانه ما كيقراهاش، يعني بحال عنده عطله العام كامل هو كيشد سيمانه، يعني هذه واحد الميزه بحد ذاتها كتخول لكم انكم تبروغراميو واحد لو طون باش تحفظوا فيه. شنو غادي ندير؟ مثلا انا حطيت راسي في بلاصتي، في بلاصتكم انا لمياء دابا، حطيت راسي في بلاصتكم. بيان سور انا دزت من هذه التجربه اللي دزتو منها، ولكن ما درتش هذا الشيء اللي كنقول لكم دابا باش نكونوا اونيت، ما درتش هذا الشيء اللي كنقول لكم، ولكن علاش ما درتوش؟ حيت ما لقيتش اللي يقولوا لي، حيت الوقت اللي دوزت انا فيه الامتحان في 2011 ما كانتش هادشي ديال الانترنيت وهاد التخربيق واصل لهاد الدرجه والتطور اللي واصل ليه دابا. اون بليس ما كانش عندي تليفون اصلا، كانت شي حاجه امبوسيبل يكون عندي تليفون في ديك الوقت، كنت مازال صغيره. و
ابار تيليفون ولا انترنيت وسميتو ما كاينش اللي غادي يوجهك منك لراسك، منك الموت والمولى كيف ما كنقولوا. يعني كنت كنحفظ عادي بطريقه تقليديه، كنمشي للقسم كنجي كنراجع شويه، عندي شي تمرين كنحلو، ما عنديش كنقعد حتى الغداء عاوتاني وكنمشي. مي هذا الجهد وهذا التطور وهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا وتبارك الله، ولا لي نوت تبارك الله في الاخر العام كتسمع اول معدل في المغرب، اول معدل في المدينه الفلانيه 19 كتلقى 20 تبارك الله تبارك الله، وصل النبي يعني راه واصلين الناس لواحد الليفل اللي عالي بزاف. علاش انا ما نكونش منهم؟ علاش حطيت انا راسي في بلاصتكم وقلت مع راسي لم يفكري دابا شويه وقولي بحال انت عندك الامتحان الجهوي نهار 31 في شهر 5 شنو غادي ديري، وانا وانت او ميم طون راكي كتقراي شنو غادي ندير. جيت من المدرسه مثلا دخلت مع 8 وخرجت مع 12 وراجعه في 2 وخارجه في 4 اولا خارجه في 6 اولا عندي نص نهار، المهم على حساب كل واحد فيكم ولو بروغرام، وغادي يحط راسو في بلاصه غادي تحط راسك على حساب غتقاد لو بلون ديالك انت، انت عارف راسك معاش قاري غتقاد لو بلون ديالك. ونفس الوقت نفس الشيء بالنسبه لهذا لي برونش كو سوسوا علمي ولا ادبي، يعني بجوجكم عندكم فرنسيه بجوجكم عندكم اسلاميات، مي عند العلمي عندهم عربيه واجتماعيات الوغ كو الادبيين عندهم غير المات. المهم انا غادي ندير داكشي اللي كيناسبني، غادي نجي من المدرسه غادي نحط شكارتي غادي ناكل غادي نتوضا نصلي ندير داكشي اللي كان خصني نديرو في النهار ونخصص واحد الوقيت. الا كنت بيان سور ما قاريش الصباح سي ميو، الا كنت عندي نص نهار الصباح خاوي نفيق بكري، الفياق بكري زوين بزاف. واخا تقولوا لي لا كنحفظوا في العشيه الليل كنلقاو الوقت ولا كنسهروا ولا البروغرام مقلوب عندنا في النعاس، مي كيبقى الوقت المناسب والاكثر اللي كناخذوا فيه بزاف المعلومات هو الصباح. يعني الا كان عندي نص نهار ديال الصباح خاوي نوض ونراجع في الصباح ونحفظ داكشي اللي عندي. شنو ندير ساعه واحده، نحدد الوقت في ساعه واحده بركه ساعه كافيه، نبدا بالبروغرام ديال مثلا الفرنسيه مثلا مشينا الماده اللي انايا مرتاح فيها. ما كنقولش لكم كلكم ديروا فرونسي ديروا اللي بغيتوا، بداو بالاسلاميه العربيه الاجتماعيه اللي بغيتي. نمشي نبدا بيان سور من الاولى من الدوره الاولى، اول حاجه نجيب ديك الماده ديك الماده اللي انا بغيت نحفظ نجيب لها الدروس ديالها كاملين، الا كان ناقصني شي درس ولا ناقصني شي باراغراف ولا شي حاجه نمشي نبحث عند صحابي نبحث فين ما ونجيب الملخص ديال ديك الحاجه ونبدا كنراجع. ندير ملخصات الا كانت الماده علميه نخدم لها تمارين، الا كانت الماده ادبيه ندير لها تلخيص بطريقتي الخاصه باش هكذا نعقل عليه ونراجعه ونحفظه نعاودو غدا ونعاودو بعد غدا ونعاودو السيمانه الاخرى باش هكذا عقلك يعقل عليه، حيت العقل ولا الدماغ لو سيرفو ديال لاتر هيومان كيشد الحاجه اللي كتعاود، الحاجه اللي كنقولوها اليوم وكنساوها وتدوز واحد الشهر وكنبغيو نرجعو ناخذوها راه ما كيعقلش عليها. الا درتيها اليوم وعاودتي درتيها غدا ودرتيها السيمانه الاخرى بحال كتصيفط ليه ان ميساج كوم كوا هاد المعلومه راه محتاج ليها شدها عندك احتفظ ليا بها. ملي كتجي تبغيت يسولك الانسان على واحد على داك واحد لا كيسيون فهاداك الموضوع كتلقى راسك عاقل، علاش؟ حيت درتي اون ريبيتيسيون بقيتي كتقول وكتعاود. الوغ نراجع ونعاود نراجع ونعطي الماده الحق ديالها. داكشي علاش قلت لكم بداو من دابا حيت باقي الحال وراكم مرخيين دابا وعندكم الوقت الكافي انك تبداو وانت مرتاح. داكشي علاش ما قلت لك زعما من الاحسن انك تبدا دابا وما تخليش حتى الاخر ديال مثلا ديال شهر 4 ولا وتكون صايم وتكون مدقدق وصهير وتتقلب لكم النعاس وما تعرف راسك باقي اشنو تسبق واشنو تبخر وكاع المواد بيتجمعوا عليك وخلي عليك الجهويات خصك تخدمهم وخلي عليك بزاف ديال الامور. يعني لو طون المناسب هو دابا، وكاينين الناس اللي بادين من قبل من هذا الوقت اللي كنحط لكم في هذا الفيديو هذه، كاينين ناس بادين قبل بادين من الاخر ديال شهر ديال الدوره الاولى ولا من يلاه بداو الدوره الثانيه بادين، وكتلقى كاين اللي غادي تلقاه سوايا سيغ سيغتان كخوايي موا وحق الله كاين اللي غتلقاه دابا الدوره الاولى الدروس ديال الدوره الاولى كلها حافظها، بقاو ليه غير الدروس ديال الدوره الثانيه. ودابا تخيل راسك دابا انت حيدتي عليك الدروس ديال الدوره الاولى وبقاو لك غير هادشي اللي انت كتراجع فيه واللي باقي غدوز فيه امتحانات في القسم. يعني راه شي حاجه اللي مزيانه وبزاف غتخدم وانت مرتاح وغادي تكون متاكد انك غادي تجيب اون بون نوت. الو هادشي اللي كنت انا نقدر ندير الا كنت في بلاصتكم ولا كان عندي جهوي انني غادي نبدا في هاد لو مومون هذا باش ما نزيرش باش ملي نوصل كاع شهر ان شاء الله شهر رمضان نلقى راسي انا واخا ما قادرش نخدم راني ديجا ضربت واحد المسافه في الحفاظه وفي القرايه وفي داكشي اللي انا مطالب به نهار الامتحان وما لقاش راسي صاغي ومزير وباقي تابعني بزاف ونتستريسا ونتخلع وما باقي نعرف فين نمشي ولا منين نجي.
الوغ هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو. انا حبيت فقط انا حطيت راسي في بلاصتكم وكنت كنتكلم مع راسي وقلت علاش لا ما نتكلمش معاكم ديريكتومون في اون فيديو اللي تقدر تنفعكم. هادشي اللي قدرت انني نعطيكم. كذلك ما تنساوش انكم تخدموا جهويات الخدمه ولا البراتيك كيشد بزاف كيعقل الدماغ ديالنا كيعقل في البراتيك اكثر من الحفاظه ولا حوايج اخرين. بالنسبه للبروغرام ديال انتيكون ان شاء الله غادي نكملوا معاكم وغادي نحاول نبدا مع الناس ديال بواطا ميرفي باش هكذا ان شاء الله نقدروا نخدموهم كاملين وغادي نخدموا جهويات. كذلك راه نخدم معكم برودكسيون اكريت اللي عندكم فيها مشكل بزاف وكبير ان شاء الله غادي نحاول ما امكن نعطي كاع داكشي اللي عندي وكاع داكشي درت داك العام نعاودو اولا نزيد كاع اكثر من هداكشي اللي درت داك العام. يسبر نكون في حسن الظن ديالكم وتكونوا كتستافدوا مني ولو شي حاجه بسيطه. ميم سي كنحط دي فيديو ما كاينش متابعه ما كاينش دي فيو بزاف ما كاينش دي ما كيتزادوش لي زابوني بزاف و لا بلوبار ديال لي فيو كنلقاها من لي نون زابوني الناس اللي ما مابونينش ما عرفتش علاش. غادي نخلي لكم سكرين شوت هنا باش تشوفوا انه تقريبا 83% من الناس اللي ما مابونينش هما اللي كيشوفوا لي فيديو والناس اللي مابونين تقريبا 17% هما اللي كيشوفوا لي فيديو. الوغ لي فيو طايحه عندي بزاف. الا كنتو انتريسي وكيعجبكم هذا المحتوى ديروا لي لايك ما غتخسروا حتى شي حاجه وتابوناو وتشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكذا نستافدوا جميع ان شاء الله. وهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو هادي جيسبر تنال الاعجاب ديالكم وجيسبر جيسبر تنفعكم ولو شي حاجه بسيطه. المهم النوت بوك ديالي هو هذا حتى انا ملي كنخدم بحالي بحالكم واخا خدمت وفدتكم ولكن راني مازال خدامه. تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.